ننتقل أيضا على الهاتف إلى المهندس محمد إيهاب المدير التنفيذي لشركة انطلاق. أهلا بك يا باش مهندس. ويعني هذه الشركة شركة انطلاق لريادة الأعمال، هي طبعا تجربة مصرية رائدة، نموذج شبابي بيحتذى به في السوق المصري. يعني الهدف من إنشائها وكيف نجحت في استقطاب الشركات الناشئة أو ما يطلق عليه ستارت أبس؟ اهلا جدا بحضرتك وشكرا جدا على المقدمه الجميله دي، وتشرفنا بحضرتك. الحمد لله، يعني انطلاق النهارده كانت بتخرج اول دفعه من مساعدات الاعمال الخاصه بالانطلاق، ودي كانت رحله من 6 لـ9 شهور اشتغلنا مع شركات الناشئه ان احنا نعرف نضربهم ونبني لهم قدراتهم ان هم يقدروا يبقوا مستعدين لتوسعاتهم في الاسواق مش بس المصريه انما الاقليميه والعالميه ان شاء الله. بتبني لهم قدراتهم ازاي؟ يعني بتساعدوهم ازاي؟ احنا في مساعدة الاعمال بنشتغل على تدريبات على مدار الشهور دي كلها مع الشركات الناشئه بشكل عام، وفي نفس الوقت بشكل خاص ان هو كل شركه على حسب ان احنا نعمل تيلورد بروجرامز لهذه الشركات بناء على احتياجاتهم، ويبقى متقدم لهم كل الاستشارات اللي هم محتاجينها. في نفس الوقت بالاضافه الى التدريبات دي، احنا انطلاق تعتبر ثينك تانك لمركز بحثي في مصر. بالظبط كده، مركز بحثي هو بيطلع ابحاث تقدر توفر بيانات ومعلومات للشركات الناشئه مش بس في مصر انما الشركات الناشئه الاجنبيه والمستثمرين هم ازاي يقدروا يتوسعوا في مصر. في نفس الوقت بيبقى عندنا برامج غير مساعدات الاعمال، برامج بتخص قطاعات معينه. عندنا برنامج منطلقه وهو برنامج لدعم المراه المصريه في رياده الاعمال، في نفس الوقت عندنا برامج اخرى لدعم رياده الاعمال في الجامعات المصريه وهكذا. ده النهارده كان جزء من البرامج اللي احنا بنقدمها في شركه انطلاق. 70% من الوظائف يا باشمهندس بتكون موجوده دلوقتي في المشروعات الصغيره والمتوسطه، هل انتم منتبهين لهذا؟ طبعا يا فندم، زي ما حضرتك بتقول احنا في مصر الشركات ناشئه اكثر من 1000 شركه ناشئه في مصر. دول بيوفروا لنا اكثر من 50,000 فرصه عمل. غير كده كمان بقى لو اتكلمنا على حجم النجاحات اللي قدر الشركات دي تحققها، فقدروا يحققوا اكثر من ويكذبوا اكتر من 2 مليار دولار استثمارات خلال 5-6 سنين اللي فاتت فقط. السنه اللي فاتت كان اكتر من 620 مليون دولار. فالحمد لله زي ما حضرتك بتقول شركات ناشئه ورياده الاعمال مركز دايما ومصدر لخلق فرص العمل، وكمان خلق فرص العمل اللي في قطاع التكنولوجيا اللي هي اصلا بتبقى الشباب فيها ذات يعني عوائد استثماريه بتجيلهم من بره بشكل كبير جدا، فلازم نعرف نستغل هؤلاء الشباب. بتحصل ساعات مشكله يا باشمهندس فيما يتعلق بالشركات الناشئه، انها بتبتدي قويه جدا ولكن تتعثر في الطريق والبعض ما بيكملش، ازاي انتوا يعني كمركز بحثي بتضمنوا استدامه الشركه الناشئه انها تكمل مش بس تبتدي؟ احنا حضرتك اللي بتكلم فيه ده صحيح، ومش بس في مصر ده في العالم كله. احنا اللي بيقدر يبقى عنده استدامه في مشروعاته هو اللي بيدور على الحيه في مشروعاته. اللي بيبقى عنده زي بزنس موديل او الاعمال اللي هو بيقدمها الاقتصاد او الوحده الاقتصاديه بتاعتها مظبوطه، فهو ده اللي بناء عليه يبقى فيه استدامه وفي دايما الدخل بيقدر يطلع منه ربحيه وهكذا. في نفس الوقت احنا رؤيتنا ان هو رياده الاعمال في مصر محتاجه يبقى فيها استدامه فعلا. ايوه. في نفس الوقت تكون مرتكزه على 3 اجزاء اساسيه، الدمج والشمول، ان هو ازاي يبقى فيه شمول لكل النطاق الجغرافي والشمول الاجتماعي، شمول ما بين كل اصحاب المصلحه الواحده. في نفس الوقت ازاي يبقى فيه انوفيشن او ابتكار، ان هو يبقى عندنا بيئه داعمه دايما للابتكار ورياده الاعمال تقدر تخرج لنا من كل مراحل تعليميه تالنت بول او قدرات شبابيه تقدر بعد كده تتغذى في هذه المجالات في رياده الاعمال. وثالث حاجه وهي الاهم وهو التاثير، ان هو ازاي بقى البرامج والمشاريع اللي بتحصل في رياده الاعمال في مصر بتتحط في ارقام، فبناء عليها نعرف نقيس التاثير ده، بناء على قياس للتاثير فنعرف نحلله مستقبليا ان احنا نعرف نستفيد بيه كل البرامج اللي بتحصل. طيب سريعا يا باشمهندس، ايه خطتكم في المرحله اللي جايه؟ احنا زي ما كنت بقول لحضرتك احنا بنقدم هنشتغل على برامج بحثيه بتربط ما بين مجال التوظيف او جوب ماركت اسسمنت والتيك هابس ومراكز الابداع والتكنولوجيا الموجوده على نطاق جمهوريه مصر العربيه اللي بتصل الى 75 مركز بحثي من مركز ابتكار وتكنولوجيا من قطاع العام والقطاع الخاص. في نفس الوقت كل ده هيتربط مع المناطق الاقتصاديه والمناطق الحره في مصر وحوافزها وازاي الشركات الناشئه تقدر تستفيد من هذه التحديد حوافزها. ده جزء هنشتغل عليه. الجزء الثاني كمان هنشتغل على منتجات بحثيه على كل الخدمات الحكوميه المتوفره للشركات الناشئه في مصر، وازاي تعرف الشركات الناشئه تتحرك في
كل الاجراءات اللي محتاجاها عشان تطلع كل الترخيص في جميع المجالات، مجالات تكنولوجيا ماليه، زراعه، تعليم، صحه، ان كان. وده بيساعد كمان الشركات الاجنبيه تقدر تتوسع بسهوله في السوق المصري. احنا بنتمنى لكم التوفيق. انا بشكرك شكرا جزيلا المهندس محمد ايهاب المدير التنفيذي لشركه انطلاق.